أعزائي المشاهدين، برحب فيكم ولقائنا هلأ مع الطبق الثاني في حلقة اليوم. هنعمل صنف كتير لطيف ولذيذ، هنعمل غريبة بالشوكولاتة. نشوف مع بعض المقادير. غريبة بالشوكولاتة: 1 كوب دقيق، 3/4 كوب دقيق حمص أو نخي، ملعقة صغيرة هيل، 1/2 كوب سمن، 1/2 كوب زبدة، 1 كوب سكر ناعم بودرة، وشوكولاتة مذابة. أعزائي المشاهدين، الوصفة اللي حنعملها هلأ عبارة عن زي ما قلنا غريبة بالشوكولاتة، وصفة كتير لذيذة وسهلة. أنا حبيت أعملها بالطعم الخليجي، ولكن إذا حبيتوا تغيروا ما في مشكلة، ممكن نستغني عن طحين الحمص أو النخي. وطحين النخي أصبح متوفر في كافة السوبر ماركت، بيبقى عبارة عن حمص مطحون باودر بالطريقة هاي. إذا مش موجود عندكم أو ما حبيتوا الطعم بتاعه، ممكن نستعمل طحين عادي بنفس المقادير. وصفة الغريبة من الوصفات السهلة. هنحتاج 2 نوع من الدهن: السمن النباتي يبقى لين، وبرضو الزبدة تبقى لينة مطلعينها من التلاجة قبل بوقت، ما بنفعش يكون سايح، خلوا بالكم يكون لين فقط. هنبتدي نحط الدهن في وعاء الخلاط، الزبدة، وزي ما قلنا مقدار السمن يبقى، أقصد الزبدة تبقى لينة. السمن والزبدة لخبطت الاثنين مع بعض، بس مش مشكلة، أكيد واضح عندكم. أنا حطيت السمن الأول. حسبت مضرب الشبك وأبتدي أخفق لغاية ما يصير عندي خفيف هيك شوي. هبتدي هلأ أضيف السكر الناعم، ويبقى ناعم بودرة طبعا، خلوا بالكم نستعمل السكر الناعم تماما. برضو مع استعمال مضرب الشبك أبتدي أشغل لغاية ما يصير عندي خليط هش ولونه فاتح. بلاحظ هيك صار عندي الخليط لونه فاتح وهش طبعا خفيف. بتخلص من مضرب الشبك، مش هحتاجه هلأ. هحتاج أثبت مضرب التقليب. هبتدي أعمل هلأ خطوة تانية، اللي هي بدي أنخل الطحين. يفضل مش شرط 100% تعملوها، ولكن إذا في مجال عندكم تنخلوا الطحين أفضل، طحين الحمص أو طحين النخي، لأنه ساعات ممكن يبقى فيه زي عم بتشوفوا زي كتل هيك صغيرة. أتأكد إنها راحت خالص. ونضيف برضو الطحين العادي وننخل. حضيف ملعقة صغيرة من الهيل، وممكن نستغني عنه إذا في ناس ما حبوا طعم الهيل. هالخليط كله طبعا على خليط الزبدة والسكر والسمنة. ثبتنا مضرب التقليب وأبتدي أشغل لغاية ما أحصل على عجينة ناعمة وهيك السوفت تصير في بعضها. عجينة الغريبة أصبحت عندي هلأ جاهزة. في عنا فكرتين أو طريقتين للشغل: ممكن ببساطة أشتغل فيها مباشرة هلأ على طول، أشكلها وأدخلها الفرن، ولكن إذا صار عندك مجال تسيبيها ترتاح، ممكن أغلفها وأحطها بالتلاجة لحوالي ساعة، بتعطيني نتيجة أفضل. هشيل قطع العجينة بالشكل هذا، هخليهم في طبق جنبي، فيكم تحطوها بالتلاجة. هحتاج صينية قصيرة الحافة، وأبتدي أخذ قطع صغيرة من العجينة على حسب المقاس اللي أنا حابة يكون عليه حجم الغريبة. أشكلها إلى كرات صغيرة بالطريقة هاي. كل ما كانت صغيرة كل ما كان شكلها أنعم، ولكن حتأخذ منكم طبعا وقت أكتر، فحاولوا أنتوا تدرسوا الإمكانيات الوقت اللي عندكم. ممكن الأطفال يساعدونا في هذه المرحلة. هعملها كور بهذه الطريقة، وبعد هيك أدخلها الفرن على درجة حرارة 170 حوالي 10 دقائق، يعني من 8 إلى 10. ما نطول في خبزها عشان ما تغمق معانا. هنبتدي هلأ نتكلم عن طريقة تغطية الغريبة بالشوكولاتة. طبعا لابد أن تكون باردة تماما. أنا عندي هون غريبة جاهزة طلعناها من الفرن، عندي هون شوكولاتة مذابة،
بسخنها على حمام مي، خلوا بالكم مش سخن، مش بيغلي قصدي، سخن فقط. بخليها جنبي بالشكل هذا، ونخلي عندي كل هالقطع اللي بدي أشتغل فيها تبقى عندي جاهزة. أنا مش هحتاج المعلقة، خلص هنحتاج شوكة، أو إذا عندكم الأدوات الخاصة بتشكيل الشوكولاتة إذا موجودة بتسهلكم الشغل، مش موجودة ممكن نستعمل الشوك العادية. خليني أعرفكم عليهم إيش قصدي فيهم، إذا صح لكم شفتوهم بالسوق اشتروهم، لأنه بتبقى قطع كتير مفيدة لست البيت. يبقى عندي هذه الشوك اللي ممكن أستعملها أحط عليها قطع لغرايبي بالطريقة هاي. إذا حسيتوا صعبة إنكم تلاقوها ما في مشكلة، نستغني عنها خالص ونستعمل الشوك العادية. هل موجود عندكم فيكم تستعملوه، إحنا بدناكم دائما مرتاحين في المطبخ. عندي هون قطعة من ورق الزبدة، وببتدي أخذ قطع الغريبة وسقطها بالتدريج هيك واحدة واحدة بالشوكولات، بضغط عليها بالطريقة هاي، بحط الشوكة في القاع وابتدي شوي شوي أطرق طرقات خفيفة، أمسح على جانب الوعاء لغاية ما تتخلص من الشوكولاتة الزايدة، ببساطة أسقطها على الورقة. ما نحطش أكثر من واحدة في نفس الوقت أرجوكم، لأنه ممكن تتغلبوا في إنكم تطلعوها، وإذا كانت سبنا الغرايب لفترة طويلة يعني حطينا كمية ممكن تبشبش وتخرب معاكم، فأرجو إنكم تكونوا صبورين وتحطوا واحدة واحدة فقط. طبعا الغرايب لما تكون مغطسة بالشوكولاتة بيبقى لها مستوى تاني خالص من الطعم، وبتأخذ كمان مستوى تاني من الضيافة، فأكيد بدها وقت وبدها صبر. نعمل واحدة كمان. أرجو أنها تكون هلأ أصبحت عندكم الفكرة واضحة بهالخطوات. برضو هحتاج أسيبها تبرد على الآخر عشان أعمل الخطوة التالية من التزيين. خطوة التالية من التزيين بسيطة، ممكن أستغني عنها، ممكن أكتفي بتقديم الغرايب زي ما إحنا عملناها هلأ، ولكن إحنا عنا فكرة تانية لإني أزينها بالشوكولاتة البيضة. هاخد قمع من الورق وأبتدي أحط فيه قليل من الشوكولاتة المذابة، شوكولاتة بيضة، أو إذا حبيتوا شوكولاتة بالحليب، مش هنحتاج كمية كبيرة بس مقدار بسيط للتزيين. بجهز القمع، وأنا عندي هون الشوكولاتة، أقصد الغريبة بردت، هاي مجموعة تانية، وحنحتاج بس مقص صغير هيك نقص طرف القمع، ما ناخد قطعة كبيرة عشان ما يكون عنا حجم الشوكولات كتير. وأبتدي أعمل خطوط من الشوكولات على كل قطعة بالطريقة هاي. طبعا هيك مش ممكن اللي يشوف هذا الشكل يقول انه هذه غريبة، ولكن احنا حبينا هيك تقدموها بشكل فاخر شوي، خصوصا للأعياد للمناسبات تقدروا تتميزوا بطريقة كتير لطيفة. وزي ما قلنا هاي الفكرة ممكن تنفسوها على غريبة عادية، او حبتوها بالطعم الخليجي بالهيل. بستنى لبضع دقائق لغاية بس ما تتماسك عندي الشوكولات الابيض و غريبة صارت جاهزة للتقديم. خفقنا الزبدة مع السمنة، أضفنا السكر، خفقنا لغاية ما أصبح الخليط هش وخفيف، نخلنا الطحين مع طحين النخي والهيل، أضفنا إلى خليط السمن والسكر، شكلنا الغريبة إلى أقراص صغيرة وخبزناها وغطيناها بالشوكولاتة.